مرحبا واهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا عم تتابعوني، واهم شيء تكونوا بصحتكم مهتمين. كتار الدايت الموجودين حواليكم وين ما كان، بس ولا مره جربتوا تعتمدوا طريقه طبيه لنزول الوزن تضمن عدم معاودته؟ الجواب بهيدا الفيديو. ولكن قبل ما قلكم شو هو، ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا جرس التنبيهات ليوصلكم مني كل شي جديد. بلش أول أسبوع وأول نهار والصبح بكير على الريق قبل الترويقة، شو لازم ناخد؟ الجواب هو محلول الديتوكس، هو عبارة عن خليط من اللايم، الجنجر، جرين تي وبلوبيري. هيدا الخليط هو مسؤول عن تنظيف جسمكم من السموم طيلة فترة هالأسبوع، بالأخص إذا أخذنا هيدي القنينة كاملة، يعني عبارة عن كوبين على ريق كل يوم. مش بس هيك، مع هيدا المحلول طيلة هيدا الأسبوع رح أعطيكم نظام غذائي خاص مقسم على فطور وغداء وعشاء وسناك مشغول بطريقة خاصة. ليش ما بدي أعمل رياضة؟ لا ما حذرتي، وأكيد مع هيدا الدايت رح تعملوا رياضة لمدة ساعة باليوم مقسمة 15 دقيقة تمارين أيروبكس، ومن بعدها 45 دقيقة تقريبا من تمارين أكثر قوة مثل المشي، الزومبا دانسينج وغيره. 3 كيلو من الدهون رح ينزلوا بهيدا الأسلوب الطبي خلال أسبوع بطريقة فعالة وآمنة، وأكيد هيدا الأسلوب الطبي بيقدر ينعاد تحت إشرافي على رأس كل شهر أو بعد العطلات والمناسبات والأعياد. أكيد ما تنسوا تتواصلوا معي للحصول على معلومات أكثر حول الدايت المتبع مع هيدا الأسلوب الطبي على الأرقام يلي رح تبين أسفل الشاشة، وما تنسوا أكيد تتابعوني على كل وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان واسم واحد، هو بالإنجليش لينا رمال دايت سنتر على فيسبوك، تويتر، إنستغرام، يوتيوب. أكيد رحتوا وما عملتوا لا لايك ولا سبسكرايب وفولو، بعرف حزعلكم كتير. يلا باي.